بسم الله، لسه ما زلنا مع الماثيماتيكال فانكشنز، لكن المره دي هناخد الدرس السمعه السيئه اللوغاريتمات. خلاص هنبدا على طول بسرعه نعمل المين فانكشن بتاعتنا. اللوغاريتمات طبعا عمليه بسيطه جدا، هناخد فيها ايه؟ هم اتنين فانكشن بسيط جدا، اللوغاريتمات ذات نفسها اللي هي اللوج واللوج واللوج 10. خلاص اللوغاريتم واللوغاريتم 10 ازاي نعملهم، وبعد كده تبدا تبني عليهم طبعا كل الايه الايكويشنز اللي انت عايزها. هنبدا اول حاجه على طول نعمل برنت اللي بتاعتنا عشان نقدر نقول بس ان دي برنت اللي خاصه باللوج. فهعمل خطوط كده واكتب لوج، وبعد كده هستخدم بقى برنت لاين عشان استخدم الفانكشن اللي اسمها لوج دي. هستخدمها من ماس، هشيل الدبل كوتيشن دي، هقول له ماس دوت لوج، وادي له الرقم اللي انا عايز اجيب الايه اللوغاريتم بتاعه، مثلا لوغاريتم 1، وهعمل منه كمان واحد، اجيب مثلا لوغاريتم الايه لوغاريتم 7.38 مثلا، وتعالى نجرب كده ونشوف الايه ونشوف النتيجه بتاعتنا. طلعت معانا ايه النتيجه الاولانيه، لوغاريتم الواحد طلع بصفر، والتلاتة و39 طلعت معانا بالرقم اللي شفناه. طبعا اللوغاريتم دوت الطبيعي للقيمه اللي هي القيمه اللي انت بتحددها، ده اللوغاريتم الطبيعي. في عندنا بقى اخوه اللي هو اللوغاريتم اللي هو بيز 10، لوغاريتم 10 دوت تعال نجربه على نفس الـ، نغير بس الـ، طبعا دي بترجع للوغاريتم العادي بس الاساس رقم 10. هغير كده طبعا ال 10 هتجيب معانا 1 تقريبا، ال 100 تجيب معانا 2، الصفر يجيب معانا 0، صح؟ لوغاريتم ال 10 تعال نشوف حتى لو الارقام اللي قلتها غلط عشان ما هنشوفها دلوقتي في النتائج. فلوغاريتم لل 1 ولل 100 ولل 10 نعمل رن كده نشوف النتيجه. قال لي 0 وال100 جابت 2 وال10 جابت 1، مظبوط. دي كده ايه التو فانكشنز الاساسيين بتوع الايه بتوع اللوغاريتمات.